أنا في الصورة هذه مرة مبسوطة لأني أخيراً انتهيت من تصوير فيلم أخذ مني جهد وطاقة كبيرة، والحمد لله كان يوم جداً سعيد. هاي هاربرز بازار السعودية، معكم سمية رضا، وأنا اليوم متواجدة في القصر الأحمر بالرياض، وكثير متحمسة أني صورت غلاف المجلة اليوم هنا. عندي هذه الصورة اليوم اللي خلصت فيه تصوير فيلم رابتشر، كنا في رومانيا. أنا في الصورة هذه مرة مبسوطة لأني أخيراً انتهيت من تصوير فيلم أخذ مني جهد وطاقة كبيرة، والحمد لله كان يوم جداً سعيد. آخر عمل لي هو مسلسل قيامة الساحرات، انتهيت من تصويره. استغرق التصوير تقريباً 7 شهور في مدينة نيوم. كان مشروع جداً يعني في كمية إبداع وتجهيزات كثير قبل التصوير. فعندي هذه الصورة وأنا بتدرب على ركوب الخيل، لأن في مشاهد فيها أكشن وركوب الخيل، فهذه واحدة من الصور. عندي كمان طبعاً أنا سويت مشاهد القتال ومشاهد الستنت تبعتي، فكنت أتدرب وأسوي تمارين ويوغا، فهذه واحدة من الصور اللي أنا مع الستنت دبل تبعتي وإحنا بنعمل يوغا. فكنا كل يوم لازم عندنا ساعة يوغا وعندنا ساعة ستيج كومبات اللي هو مشاهد القتال. فهي عندي هذه الصورتين، هذه واحدة من الصور، اللقطات الظريفة مع زملائي وزميلاتي في المسلسل. طبعاً الأستاذ أسامة أنا قريت أعماله قبل لا أقابله، قريت الرواية الـ6 أجزاء، بعدين تقابلنا زوم وأونلاين، لكن اللقاء الفعلي اللي كان وجهاً لوجه كان وقت التصوير. جاء هو حضر من الدمام، جاء على نيوم، فكنا يعني مرة متحمسين إننا نشوفه كلنا الكاست، يعني مو بس أنا. والله يجزاه بالخير، يعني جلس معانا كل واحد على حدة وتكلم وشرح الشخصية مرة ثانية وتكلم في تفاصيل هو ككاتب يعني. فعندي هذه الصورة وأنا معاه من أوائل المرات اللي جلست فيها معاه وتكلمنا. آخر رحلة لي كانت لمدينة البندقية في إيطاليا، حضرت مهرجان البندقية للأفلام العالمي، واستضافني مهرجان البحر الأحمر لتكريم 6 سيدات عربيات متميزات في مجال صناعة الأفلام، وتم اختياري والاحتفاء بي كوحدة من السيدات هذول المتميزات. عندي صورة هنا من ضمن الحفل، التكريم اللي حصل في الحفل.